تعقمها، بخل تفاح اساسي اساسي يا جماعه، علشان ما يجيلكش تنفسي ويجي لك امراض. ويجب عليك ان انت تجيب كلفه نظيفه يا جماعه، علشان فصل الشتاء بيكتر فيه الامراض، وفي ناس بتروح تجيب كلفه، والكلفه دي ساعات بتكون البسله فيها مرشوشه، لان ما فيش بسله اسمها ما بتترشش في الاراضي الزراعيه. فيجب عليك ان انت تنقي الكلفه نظيفه، ولو تعرف تغسل البسله فقط من الكلفه اغسل البسله، لان البسله هي الوحيده اللي بتترش يا جماعه. البسله بتترش بصفه دوريه، انا بتكلم عن تجربه كفلاحين، يعني ناس فلاحين قالوا لي ان البسله لازم تترش مره واثنين وثلاثه. فمعظم الناس يقول لك الحمام بتاعي مات مره واحده وكان صحته كويسه، فده بيرجع للبسله، والله اعلى واعلم برضو، بس انا بتكلم كحكم خبره. فيجب عليك ان انت كمربي ان انت زي ما قلت لك تغير الميه بصفه دوريه، وتقفل على الحمام بس، وتسيب تهوية. أهم حاجة إنك تسيب تهوية، لا الحمام يتعب منها ولا الحمام يجيله دور برد منها، لأن دور البرد هيقلب بتنفسي، والتنفسي زي ما قلت لك لو استمر مع الحمام هيقلب بروشة. طبعا بعد نشوف العلاج بقى يا جماعة البشري والبيطري. أول حاجة يا جماعة العلاج البيطري هو صعب على معظم المربين، أو معظم الغواء، أو مش كلك يعني، يعني المربين في البيت عامة، اللي بيربى بطريقه اللي بيربى بطريقه بدائيه عاديه خالص، بيعفي صفائح او في جراكن او على الارض، طبعا مش هيروح يجيبوا تايلوزين اردني، لانه مش هيعرفوا يحقنوا. في ناس ما بتعرفش تقن في لحم الصدر كويس. فاللي بقولنا العلاج البيطري هو تايلوزين اردني يا جماعه. التايلوزين الاردني المستورد ممتاز جدا جدا جدا، 15 او 13 شرطه في لحم الصدر لمده 3 ايام بسرنجه الانسولين، بسرنجه الانسولين السرنجه الصغيره. ف ده العلاج البيطري. اما العلاج البشري، وده علاج فعال وجميل جدا جدا بحكم تجربتي وبحكم اللي انا جربته فعلا يا جماعه، الا هو الفينادون. الفينادون يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، هو علاج ممتاز جدا 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 للتنفسي. ان شاء الله هتدعولي لو جربتوه، هتدعولي وان شاء الله مش هيتقطع من عندكم، ده في فصل الشتاء او في فصل الصيف مش هيتقطع نهائي من عندكم. اسمه فينادون زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ومش غالي. يعني التايلوزين السنتي ب3 جنيه او 4 جنيه حاليا، او ب5 جنيه على حسب المكان انت فيه. بس الفينادون طبعا في اي مكان بشري، يعني هتقوم من السرير هتروح تجيب الفينادون على طول. شراب فينادون شراب يا جماعه، الازازه دي عامله كام؟ الازازه دي عامله كام؟ الازازه دي عامله 10 جنيه، يعني 10 جنيه هيكون معاك علاج للحمام. عاوز تحط منه على الجماعي حط، عاوز تحط منه فردي حط. ده بطريقه هتقدم على الجماعي ازاي. هتقدم يا جماعه هتحط غطاء على اللتر ميه، غطاء على لتر ميه. اما لو الحاله صعبه او الحاله متاخره، يبقى هتحط 2 سنتي زي ما انتم شايفين كده، 2 سنتي في السرنجه. هتركب لها مبسم جلد، جلد من فوق كده عشان تبقى حنينه على الفرد. هتركب لها مبسم، هتحط 2 سنتي فينادون، وهتحط مباشر في بق الفرد لو الحالة فردية. ويجب عليك كمربي ان انت اول ما الحمام يعني يجيله، او انت طبعا تبص كويس وتلاقي الحمام جاله تنفسي، يبقى انت تعزل فورا. طبعا المربي في سلكات ما بيخافش قوي، لان معروف هو السلكات عبارة عن عزل طبيعي، لان اللي هيتعب بيشرب من مسقة واحدة، بياكل من مكلف واحد في درج واحد، فبيعرف يختار بين ده وده، يعني يفرق بسرعة المرض، وبيعرف ايه يستكشف المرض بسرعه. اما السايب لازم تقعد مع الحمام شويه وتدقق في الحمام، وتشوف ايه اللي تعبان وايه اللي مش بياكل كويس، ومين اللي عنده تنفسي. ويجب عليك ان انت اي ما تلاقي، اول ما تلاقي فرد تعبان بالتنفسي، تيجي رايح عازل الحمام المتعبان فورا في سراندة او صندره او سلكه بره المكان، علشان ما يعديش الحمام بتاعك. وان شاء الله يا جماعة الفينادون ده ممتاز جدا جدا، شفتوا زي ما انتم شايفين كده، ده عندها تنفسي يا جماعة. طبعا بتمسك الفرد زي ما انتم شايفين كده، فينادون شراب ب10 جنيه زي ما قلت لكم، وبتمسك الفرد بالطريقة دي كده، وبتبدأ تحط لها 2 سنتي مباشر زي ما انتم شايفين كده، 2 سنتي مباشر صباحا، و2 سنتي اخر اليوم، وان شاء الله هتلاقي تحسن من اول يوم معاك. ما تنسوش تعملوا متابعة يا اجمل متابعين، وشكرا ليكم.